فنانة ذات بصمة متفردة استطاعت رغم صغر مساحة أدوارها السينمائية الدخول إلى قلب المشاهدين، وتميزت بأداء جميع الأدوار الكوميدية والتراجيدية بنفس الإجادة والاحترافية. عشقت الكتابة وتألقت على خشبة المسرح. لمع نجمها في فيلم وإسلاما في دور زوجة الأمير عز الدين أيبك. إنها الفنانة الراحلة نعيمة وصفي، والتي يوافق اليوم ذكرى ميلادها.